مرحبا بالجميع، شرفتونا ونورتونا اليوم في مزاد ندر الصفر، حدث اكبر وتنافس والبراكين تتلاهب في هذا اليوم. من سيحصل على هذا الشداد في اخر حلقات هذا المهرجان؟ تنافس، عسى الله يوفق الجميع وفالهم الناموس ان شاء الله. مع مزاد ندر الصفر المنافسين في بيرق المؤسس لهذا اليوم والمشاركات العالية، ويتم الآن توزيع المبالغ. 100 200 300 400 500 600. أعطوني أرقام حلوة. 100 ريال و100 أربطوا الحزمة.